حبيت أكون أم في السؤال لأن عرفت عن قرية الأطفال إنها بتأدي رسالة إنسانية. فوائد إني أعيش أنا في المجتمع في البيت المجتمعي بيعطيني الثقة في النفس، وإن كان إلي والأطفال بتعلموا الأطفال العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع الخارجي. عشان أساعد الأطفال ويحققوا أحلامهم في المستقبل بعطيهم الدعم، الثقة، بكون اتصال وتواصل بيني وبينهم، بعطيهم الحب، الحنان، بأمنهم بيت آمن، أكل صحي، رعاية صحية جسدية، ومن ناحية الأكاديمية كمان بهتم فيهم.